قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فانا عندي ده بس ليميت، لما لقيت كده
الاكل الماتش بتاعته بيبقى تل والسي بي مثلا بتوزيع 0.593. امتى بستخدم الرقم ده في حساب باور التربايت؟ لما ما يدينيش معلومات اعرف احسب منها الايه. طيب خلاص انا دلوقتي استخدمت الرقم ده حسبت باور التربايت والمساله ماشيه خلاص. المشكله بقى في المطلوب الثاني. المطلوب الاولاني ما فيش اي مشكله باور التربايت. المشكله بالنسبه لي في المطلوب بتاع الروتيشن سبيد. الروتيشن سبيد يعني الان او الار بي ام بتاعت التربايت. الار بي ام بتيجي من الاوميجا والاوميجا بتيجي من سرعه التب اللينير سبيد بتاعت التب اللي هي نيو. طب انا الكلام ده كله بجيبه منين؟ في دكتور عرفنا على حاجه في المحاضره اسمها التب سبيد ريشيو او الجاما. دي عباره عن اليو على البي نوت النسبه ما بين سرعه البليدز. اتفقنا المره اللي فاتت ان البليد ملهاش نفس السرعه. اعلى سرعه للبليد عند التب دي اليو دي عباره عن ايه؟ اوميجا في ار. ار ده طول البليد. فانا البليد عندها سرعات كتير اكبر سرعه لها هي اليو عند التب. فانت تاخد السرعه اللينير اللي عند التب تقسمها على سرعه الريح دي حاجه اسمها التب سبيد ريشيو. طيب انا دلوقتي عايزه الار بي ام. اليو دي لو فكيتها هتبقى اوميجا ار. الار سهل ده الرقم ده بيبقى جايبه في السؤال والبي نوت بيبقى جايبه في السؤال. طيب الاوميجا الاوميجا دي 2 باي ال على 60. انا عايزه الام. عشان اعرف اجيب الام لازم يبقى معايا التيب سبيد ريشيو بكام. والتيب سبيد ريشيو هو مش مديهولي في السؤال. فاحنا في السكشن اللي فات عملنا ايه؟ حسبنا حاجه اسمها الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو. وكنا معرفين في المحاضره في السكشن يعني ايه الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو. انت المفروض في قيمه معينه للتيب سبيد ريشيو لو اشتغلت عندها هتاخد اعلى باور واعلى كفاءه للتربينه. الاوبتيمم ده كنت بحسبه ازاي؟ ده كان له اثبات ان انت بتساوي زمنين ببعض، زمن التربين اللي بتلف وزمن الهواء اللي بياخده علشان يرجع تاني اندستيرد. المهم عملنا اثبات كده صغير وصلنا ان الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو بتساوي 4 باي على النمبر اوف بليدز. فاحنا اللي عملناه في السكشن اللي فات قلنا انا طالما شغال عند الماكسيمم باور كونديشن يبقى خلاص يبقى انا باخد الماكسيمم باور. الباور دي انا باخدها عند الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو. فكنت بستخدم القانون ده عشان احسب عشان احسب التيب سبيد ريشيو يعني النمبر اوف بليدز طبعا ده بيبقى رقم جيفن في الامتحان او في المساله. فبتحسب ان الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو تعوض في القانون ده تعرف تجيب الاند بتاعه. الكلام ده غلط مش صح. ليه بقى؟ الدكتور رسم في المحاضره جراف. الجراف ده كان بيربط لي ما بين التيب سبيد ريشيو والسي بي. والجراف اللي رسمه كان عامل كده. وقال لك السي بي اللي هو الباتس ليميت اللي هو اعلى قيمه للسي بي خالص يعني الماكسيموم 0.593 ده كان بيبقى خط فوق الجراف. الرقم ده اعلى قيمه للسي بي فعلا هي دي الباتس ليميت. بس انت الرقم ده ثيوريتيك عمرك ما بتعرف توصل له في الحقيقه. طيب امال ايه اعلى قيمه للسي بي انا ممكن اوصلها في الحقيقه؟ يعني ايه الاوبتيمم سي بي؟ ايه الماكسيمم اكتوال سي بي؟ الرقم ده الرقم ده بيختلف يعني من مرجع للتاني. بس المراجع كلها قالت تقريبا ان هو رينج من 0.35 لحد 0.45. في ناس بتقول من 0.4 ل 0.44 يعني في الرينج ده خدت اكبر رينج ممكن. دي اعلى يعني لو خدنا 0.45 ده بالنسبه لي اعلى قيمه سي بي انا ممكن اوصل لها في الحقيقه. ده بيحصل امتى؟ لما تشتغل على الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو اللي هي بتحسبها من القانون ده 4 باي على ال. طيب الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو برضه الدكتور اداها رينج في المحاضره ده بيبقى تقريبا من 6 ل 8. طيب انا ليه قلت بقى اللي انا قلته ده كان غلط؟ دلوقتي انا حسبت باور التربايه. اتفقنا من المساله اللي انا بدي عليها مثال دلوقتي ان هو مش مديني معلومات احسب منها الايه؟ فطالما هو مش مديني معلومات احسب منها الايه انا عايز احسب باور التربايه هعوض عن السي بي ب 0.593 خلاص يبقى انا كده حسبت باور التربايه. انت المفروض تثبت السي بي طول المساله. ما ينفعش تيجي في مطلوب تشتغل بالسي بي قيمته 0.593 وتيجي في المطلوب اللي بعديه تغير القيمه دي. طيب لما انا جيت هنا عشان احسب الان قلت لك ما عنديش حل غير ان انا اطبق القانون ده عشان اعرف احسب قيمه للتيب سبيد ريشيو واعرف منها اجيب الان. لما جيت احسب الاوبتيم تيب سبيد ريشيو بص على الجراف ده هتلاقي نفسك المفروض ان انت شغال عند السي بي اقل من 0.593. يبقى انت وانت بتحسب الروتيشنال سبيد غيرت السي بي وده ما ينفعش. فقعدنا مع الدكتور يعني حاولنا بقى نشوف في الامتحان هتعملوا ايه. انا كنت في السكشن اللي فات قلت لهم هظبطوا لنا عن السكشن ده. دلوقتي الدكتور هو هيبعت لكم مساله محلوله بالكامل على البنت حاجه شبه اللي هو هيجيبها في فايل. دلوقتي في حاجتين، المساله اللي هو هيجيبها لكم محلوله هيشتغل فيها عند باتز ليمت. باتز ليمت يعني ايه؟ يعني هيشتغل ان السي بي ب 0.593. في
حاله كده سبيشال بتحصل، حاجه غريبه بتحصل عند فاتس ليميت. ايه هي؟ ان الفورس الاكسل او الثراست فورس بتساوي التانجنشال فورس. الكلام ده عند فاتس ليميت بس. بس هما ما بيساووش بعض في اي كيس تاني. طب احنا المفروض ان الاف اكسل او الاف ثراست حاطين لها قانون، وده اساسا واحد دايما بيبقى من المطالب بتاعت مساله الويند. الاف اكسل ده كان عباره عن ايه؟ نص رو في السوابت اريا في سرعه الريع سكويرد مضروبه في السي اف او الفورس كوفيشنت. والسي اف دي كان لها معادله عباره عن 4 اي في 1 ناقص اي. فدايما في مساله الويند بيطلب مني احسب له الاكسل ثراست او الاكسل فورس او الثراست فورس، وكنت بطبق القانون ده وبعرف احسب له الثراست فورس. طب لو كنت طالب مني التانجنشال فورس كنت بحسب ازاي التانجنشال فورس؟ التانجنشال فورس كان بيتحسب من الباور والاوميجا. الباور بيساوي التورك في الاوميجا. الباور بتبقى معاك انت دلوقتي، احنا شغاله انا عايز اجيب دلوقتي من الروتيشنال سبيد. الباور انا حسبتها من اول مطلوب، لو اشتغلت عند سي بي جي 593 طلعت باور التربايت بكام، هو ده الباور الماكسيموم اللي انت ممكن تاخده. فانا الباور ده معايا. طيب الاوميجا دي اللي انا عايزاها، انا عايزه اساسا الروتيشنال سبيد. طيب التورك فاضل لي التورك عشان اعرف احسب منه الاوميجا. التورك المفروض عباره عن الاف تانجنشال مضروب في الحاجه اسمها الار مين. الار مين ده لها قانون عباره عن الار راديوس التربايت او طول البليد الواحده زائد حاجه اسمها الار هاب على 2. الار هاب ده يا اما بيبقى رقم ديفل في الامتحان يا اما مش بيديهولك وبتعتبره زيرو، بتقسم الار على 2 من الاخر هي دي الار مين. الاف تانجنشال علشان انت شغال عند باتس ليميت فالاف تانجنشال بتساوي الاف اكسل، فهتستخدم قانون الاف اكسل اللي هو نص رو في الاريا في بي نوت سكوير مضروبه في السي اف، والسي اف دي عباره عن 4 اي في 1 ناقص اي. الكثافه معاك، سرعه الاريا معاك، سرعه الرياح في بي نوت معاك، 4 اي في 1 ناقص اي هعوض بانهي ايه؟ انا شغال عند نفس الباور فالاي تلت ما ينفعش نغير الاي تلت، هتاخد هنا الاي تلت هتحسب قيمه الاف تانجنشال. هيبقى معاك الاف تانجنشال والار مين، جبت التور وانت حاسب الماكسيموم باور من هنا جبت الاوميجا، الاوميجا منها هتجيب الار بي. الدكتور برضه هيحل لكم مساله كامله وهيبعتها لكم. الحاجه الثانيه اللي احتمال كبير جدا الدكتور يجيب الفكره دي في الامتحان، هيديكوا احنا عارفين معادله للسي بي اللي هي ان ترمز اوف اي، هيديني معادله ثانيه للسي بي فانكشن في التيب سبيد ريشيو. ده معناه ايه؟ ان هو كانه مديك معادله الكيرف ده. في الحاله دي بقى ما عنديش المشكله اللي كانت عندي قبل كده. انا دلوقتي لو فضلت معادله السي بي دي سويتها بالصفر هجيب ايه؟ سي بي ماكس. هلاقي نفسي طلعت قيمه للتيست ريشيو دي اقل قيمه. دي الاوبتيمال. لان انا لو فضلت المعادله دي سويتها بالصفر، فاكرين في الرياضه لما عايز اجيب الماكسيموم بوينت والمينيموم بوينت كنت بفاضل معادله الكيرف وبسويها بالصفر. فانا لو فضلت المعادله اللي هو هيديها لي في الامتحان وسويتها بالصفر هجيب من هنا الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو. ده اللي انا كنت بحسبه في السكشن اللي فات من 4 باي على ان لا انا خلاص مش هعمل كده. هو بيديني معادله هنشتغل بقى بيها في المساله خلاص. فانا الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو دي هحسبها ومنها هعرف اجيب الار بي ام بكام. طيب لما احسب الاوبتيمم تيب سبيد ريشيو هسويها بمعادله اليو على البي نوت عرفت احسب الار بي ام. طب عايز اجيب باور تربايه. بص معنى ان انت فضلتها وسويتها بالصفر، انت دلوقتي مش شغال على فكره عند فاتس ليميت ده، انت هتبقى شغال عند قيمه ثانيه للسي بي. عايز اجيب السي بي بكام؟ انا هطلع من هنا كام اوبتيمم هعوض ايه بقانون السي بي في المعادله اللي هو هيديها لي. انا كده هلاقي نفسي بطلع سي بي قيمته اقل من 0.593. القيمه اللي انت طلعتها دي هي دي. فانت شغال عند اكتر او اكبر قيمه للسي بي بس ممكن توصلها في الحقيقه، اللي هي الدكتور ادالنا لها رينج، انا ما اعرفش هي بكام، هي في الرينج ده هتلاقي بقى نفسك انت بتحل المساله عرفت تجيبه بكام بالظبط. هو ده السي بي اللي هتعوض بيه في المعادله دي عشان تجيب باور التربايه. من الاخر لازم تشتغل عند نفس السي بي طول المساله. هي دي كانت مشكلتنا السكشن اللي فات ان احنا بنغير السي بي. في اي مشكله في الحته دي؟ لو طلب مني الماكسيمم باور وعايز الاوميجا هشتغل ازاي؟ لو طلب منك الماكسيمم باور السؤال طلب مني ماكسيموم باور صراحة أنا بخلص اشتغل على السي بي 0.593. لا عايز الأوميجا بقى
انت طالما اشتغلت على 0.5 9 3 هي انت شغال على باتس ديربتي هتساوي الاف تانجنشال بالاف اكسل وتعمل الكلام ده. انت هتطلع هنا الار بي ام منين؟ من المعادله دي مش من معادله الاكسبريشن. هو الدكتور هيجيب فكره من الاثنين دول وهو برضه قال ان هو هيحل مساله كامله ويبعتها لك. شوف شكل مسألة اللي انت بتعرفها. هو ايه الجبن الطيب ها؟ حاجه جبن. هو المفروض المعادلات هتبقى جبن. احنا هنكتب المعادلات كلها كده في ورق و هنوريها لكم برضه. هو الدكتور طلب منكم اصلا كمان الموضوع ده تجمعوا له المعادلات كلها بتاعت الجلوس كلها. ما طلبش حاجه. جيوثيرمال انرجي انا مش هدخل قوي في النظري اللي في الموضوع لان ده سمري كتير قوي وبعدين ندخل في الثلاث مسائل اللي الدكتور حكيتهم في المحاضره واقل واحده فيهم هتيجي في الامتحان. فانتوا جيوثيرمال ضامنين السؤال. خلاص الثلاثة واحد فيهم جاي والدكتور هيبعت لكم واحدة رابعة لو لقاها هي سؤال كان صعب جاب فاينل قبل كده ان شاء الله مش هيلاقيها ماشي. طيب الجيوثيرمال انرجي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطاقة اللي موجودة في بطن الأرض. المفروض ان انا عندي في حرارة عالية جدا موجودة جوه بطن الأرض عايزة استفيد منها عشان مثلا اخدها في أي ابلكيشن ممكن اسخن في بيتي مثلا لو كوميرشال يوز أو أولد منها كهرباء. هو دي المسائل بتاعتي ان انا أولد منها كهرباء ثلاثة اكزامبلز. طيب انا هولد منها الكهرباء ازاي؟ انا عايزه اطلع الحراره دي من الارض، هطلعها ازاي؟ دلوقتي بيقول لك لما بيبقى عندي ميه امطار بتبدا تنزل لحد تحت خالص لحد ما بتوصل للحراره دي، وبتبدا الميه دي تسخن لحد ما بتوصل لليفل معين من السخونيه وبعدين تبدا تطلع تاني فوق. تطلع بقى طول ما هي عماله تطلع ضغطها عمال يقل. فلما بتطلع لي من الايرث سيرفيس بتطلع حاجه من اثنين، يا اما دراي ستيم يا بتطلع لي ساتوريتد ليكويد. فاحنا المثال بتاعتنا اللي طالع من سطح الارض في اول مساله هحلها ان اللي طالع ستيم هاخد ادخله على التربينه على طول ما عنديش مشكله. والحاله الثانيه ان انا هلاقي اللي طالع ليكويد فانا الليكويد ده عايزه احوله لفيبر الاول علشان اعرف ادخله على التربينه واخد منه كهرباء. فاول سؤال عندنا اكزامبل 1 بيقول لي انت بدايه المساله هيقول لك يا اما افيبر دومينيتد يا اما ليكويد دومينيتد. لما يقول لك افيبر دومينيتد يبقى اللي طالع من سطح الارض ده ستيم دراي ستيم. لو قال لي ليكويد دومينيتد يبقى اللي طالع ليكويد. طيب بيقول لي افيبر دومينيت جيو ثيرمال. طبعا عايزين نقرا المساله وبعدين نرسمها مع بعض. هي كلام كل شغل ثيرم 2 ارسم تي اس لايت لما ادخل على الجداول او على الشات تجيب اتشات وبعدين عاوز القوانين حافظينها يعني الموضوع سهل. المهم بس اقرا المساله وابقى عارفه كل دي كان عباره عن ايه. فافيبر دومينيت جيو ثيرمال باور بلانت بيقول لي السبلاي 250 كيلو جرام بير سكند اوف ساتوريتد ستيم ات 200 درجه. انت بترسم سطح الارض كده خط وبتكتب هنا وان. فانا ساحبه من هنا دي بوينت 1 وصفها لي قال ان دي دراي ستيم ومديني ان الماس فلو ريت بتاعه 250 كيلو جرام على الثانيه ومديني درجه حرارته تي 1 ب 200 درجه. طيب ده دراي ستيم ممكن اعرف ضغطه كام؟ ساتوريشن بريشر لو دخلت على الجدول هتلاقي حاجه 20. طيب بيقول لك ايه؟ The turbine operates with a throttle pressure at 8 bar. يعني ده معناه ان انت مش هتشتغل بالبريشر اللي طالع ده، انت هتعمله throttling الاول تنزل الضغط ده 8 bar. فبعد النقطة دي هتحط throttle valve. النقطة اللي بعدها دي نقطة 2، اللي أعرفه عن نقطة 2 إن P2 ب 8 bar. النقطة دي هتدخل على turbine. التربينه دي مش شغاله على اعلى كفاءه لها بيقول لي حسن اتيماتيك افشنسي اوف 0.8 اديني كفايه التربين 8 من 10. وبيقول لي ذا تربين جنريتر هاز كومبايند ميكانيكال الكتريكال افشنسي اوف 0.88 اديني كفاءه للشافت وللجنريتر يبقى الكفاءه الميكانيكال الكتريكال 88%. طيب ذا كوندنسر النقطه اللي طالعه من التربينه هتدخل على الكوندنسر of surface type operates at a pressure of 0.1 bar. دي الكوندنسر بكام؟ النقطة اللي طالعة من التربينة دي رقم 3 وتدخل على الكوندنسر تطلع نقطة رقم 4. pressure الكوندنسر مديهولي 1 من 10 بار. اديني برضه معلومة عن مية التربية بيقول لي with a cooling water temperature rise of 15 درجة. الستيم ده هيظبط حرارته تاخدها مية في التبريد ودرجة حرارتها هتزيد 15 درجة. دي كده كل المعلومات اللي هو اداها لي في السؤال. عايز يعرف الباور جنريتد اوف ذا بلانت الميجا وات، عايز يعرف الباور
بالميجا. فاول تاني مطلوب ذا اوفر اول بلانت افشنسي، عايز يعرف كفايه الاوفر اول. اخر مطلوب عايز يعرف الماس فلوريت بتاع ميه التركيب. زي شغل الفيرم 2 بالظبط، اول ستيب اس ام تي اس دايت. عايز ارسم بوينت 1، بوينت 1 المعلومه اللي انا اعرفها درجه حرارتها. عايز نحط كده درجه حرارته فين؟ بوينت 1 مكانها فين؟ دراي ستيم. دراي ستيم يعني بوينت 1 ده مكانها. طيب بوينت 2، بوينت 2 حصل لها تراكم، يبقى ضغطها هيقل عن كونستنت انتربي نفس الاكشن. عايز نحط ضغط هكتب عليه 8 بار. بوينت 1 لبوينت 2 كونستنت اتش كان بيبقى خط عامل كده. ده اتش ثابت. طيب بوينت 2 دخلت على تربينه حصل لها اكسبانشن، ضغطها هينزل لضغط الكوندنسر اللي هو 1 من 10. بس نحط ضغط تاني تحت. ده البي 0.1 بار. بس التربينه مش شغاله عند كفاءه 100%، فهنزل بخط اس وخط مال. فمن 2 هنزل لو كانت الكفاءه 100% كنت هبقى 3 اس. بس هي لها كفايه فهنزل بخط مايل دي بوينت 3. هتدخل على الكوندنسر تطلع ساتيوريتد ليكويد عند نفس الضغط دي بوينت 4 دي تي اس دايت. نشوف بقى هو عايز ايه، عايز يعرف باور الباور بتاع التربايت. قبل طبعا ما احسب اي حاجه هو طالبها لازم اجيب الاتشات الاول. الاتشات بقى شغل تشارتس وجداول. انا وانا بقلع حالتها بالجداول فهقول بسرعه هنعمل ايه بسرعه. بوينت 1 اتش 1 هجيبها ازاي؟ بوينت 1 ساتيوريتد ستيم، هدخل على تيبل 1 بدرجه الحراره 200 اجيب اتش جي. يبقى اتش 1 هي اتش جي ات درجه الحراره 200. 2 نفس الاتش. اتش 2 هي زي اتش 1. طيب عايز اجيب 3 اس في 3. 3 اس في 3 اجيب الاس الاول بعد كده. 3 هترجع لك قانون الكفاءه. بس عشان اعرف اجيب 3 كنت اجيب اتش 3 اس الاول. 3 اس اجيبها ازاي؟ انا شغاله جداول. هجيب الحاجه الكومن ما بين 2 و 3 اس هي الاس، فهدخل على جدول 3. المعلومات اللي اعرفها عن 2 انا ضغطها 8 بار ومعايا الاتش كمان بتاعها. هدخل على جدول 3 هعرف اجيب اس 2 اللي هي نفسها اس 3 اس. جبت اس 3 اس اجيب الاكس. اكس بتاع 3 اس عباره عن ايه؟ اس 3 اس ماينس اس اف على اس جي ماينس اس اف. من هنا جبت الاكس. المفروض طبعا بتعمل التشيك بتاعتي تلاقيها ما بين الاف والجي، يعني اس 3 اس دي لما اس 2 هي نفسها اس 3 اس. ادخل على تيبل 2 بضغط ال 1 من 10 هتلاقي ان قيمه اس 3 اس ما بينهم، فتاكد ان هي وقت. حسبت الاكس خلاص ساوي اكتب نفس القانون بس بالتشات. من هنا عرفت احسب اتش 3 اس. اتش 3 كفايه التربايه الاكتوال على الايزوتروبيك يبقى اتش 2 ماينس اتش 3 على اتش 2 ماينس اتش 3 اس. من هنا جبت اتش 3 كامل. فاضل لي اخر اتش اللي هي اتش 4. دي عباره عن اتش اف عند ضغط ال 1 من 10. اتش 4 بتساوي اتش اف عند الضغط 1 من 10. خلاص جبت كل الاتشات ابدا بقى اشوف هو عايز ايه. اول حاجه الباور. الباور عباره عن ايه؟ الام نوت مضروبه في فرق الاتشات على التربينه اللي هي 2 و3. طيب انا الورك اللي جبته ده الورك دوت دي عباره عن ايه؟ الورك دوت السيرفر صح؟ هو عايز مني الباور. طب هو بيطلب الباور يعني هو عايز اخر حاجه خالص الاوتبوت. فانا الورك دوت سيرفر الام دوت فرق الشات على التربينه مش هو ده اللي انا هاخده في الاخر. انا هضربه الاول في كفاءه ميكانيكال الكتريكال وهو ده اللي انا هاخده في الاخر الاول. فالباور اللي هو عايزه هتضرب الورك دوت سيرفر اللي انت حسبته في الكفاءه الميكانيكال الكتريكال. هيطلع طبعا بالكيلو وات اقسم على 1000 خليه بالميجا وات. الكفاءة الاوفر اول عبارة عن ايه؟ اخر حاجة خدتها خالص اللي انت لسه حاسبها الباور على الكيو ات. طيب عايز احسب الكيو ات عشان اعرف احسب الكفاءة. الكيو ات هو فين البويلر؟ بالنسبة لي ايه الحاجة اللي بتسخن؟ الارض. الارض هي كانها البويلر. فالكيو ات عبارة عن ام دوت ستيم في فرق الاتشات ده اللي هو 1 و4. طبعا 1 هي النقطة السخنة اتش 1 ناقص اتش 4. عرفت تحسب الكيو ار هتعوض بقانون الكفاءة حسبت الكفاءة بتاعتك. اخر حاجة الام دوت كولينج ووتر.
بتحسب الكيو اللي جت في الكوندنسر الحراره اللي طلعت من السكينه هي نفس الحراره اللي خدتها مايك الكبير. بحسب الاول الكيو اللي جت عباره عن الام دوت ستيم في الاتشات على الكوندنسر اللي هو 3 و4، دي نفسها ام دوت كولينج ووتر في سي بي الميه في دلتا تي كولينج ووتر، سي بي حافظينه دلتا تي جيفن، معرفش ممكن احسب ام دوت كولينج ووتر. في مشكله في اول سؤال؟ تاني سؤال بيقول لي ليكويد دومينيتد جيوثيرمال باور بلانت، ليكويد دومينيتد يبقى اللي طالع من الارض ميه مش ستيم، فهرسم الول وطالع دي بوينت 1 انا عارفه ان هي رجل. بيقول لي ليكويد دومينيتد جيوثيرمال باور بلانت فيز هوت ووتر ريزرفوار كونتين ساتوريتد ووتر ليكويد ات 220. النقطه دي عباره عن ساتوريتد ليكويد اللي هي بوينت اف ومديني درجه حرارتها تي 1 و 220. طيب دلوقتي اللي طالع ده ميه، انا عايز ستيم، فهيعمل ايه؟ هيعمل ثروتلينج. لما اعمل ثروتلينج ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فلاشنج. بعد ثروتل هيحصل فلاشنج. ايه بالظبط ليه بيحصل فلاشنج؟ انا دلوقتي من المعلومات دي اعرف اجيب اتش 1 بكام؟ اتش 1 دي عباره عن الطاقه اللي الليكويد ده شايلها. انا دلوقتي لما اعمل ثروتلينج، ثروتلينج يعني كونستنت اتش، يعني الاتش قبل هتساوي الاتش بعد، يعني الطاقه هي هي. بس ايه اللي حصل في الثروتل؟ البريشر قل. ما ينفعش البريشر قل، ما ينفعش الليكويد اللي بالبريشر القليل ده يشيل نفس كميه الطاقه اللي كان الليكويد قبل الفالف شايلها، لان هما مش عند نفس الضغط. فايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك طاقه زايده الليكويد مش قادر يشيلها، فبيبدا يحصل فلاشنج وجزء من الليكويد ده يتحول لبيك. يبقى ايه سبب الفلاشنج؟ ايه اللي بيخلي عندي فلاشنج وايه اللي بيخلي يبدا يظهر معايا بيبر؟ ان الطاقه هي هي بس الضغط الليكويد قل، فالليكويد الجديد ده اللي بالضغط الجديد مش قادر يشيل نفس كميه الاتش، والفالف لازم الاتش قبلها بتساوي الاتش بعدها، فاللي بيحصل فلاشنج يبدا يظهر معايا شويه فيبر يشيلوا بقيه الاكسس انرجي. فانا بعد ما عبيت الفالف بقى عندي هنا نقطه وات ميكستشر ما بين الليكويد وفيبر. طب انا عايز افصلهم عن بعض، انا الفيبر هو اللي يهمني، الليكويد مش هيهمني في حاجه، انا عايز الفيبر عشان ادخل بيها التربايه. فهتحط بعد الفالف عندك هنا سيبريت، هنا هيبقى عندك ليكويد هترجعه تاني للارض فور ريوز عشان تسخن تاني وترجع تسحبها، والفيبر هو ده اللي هتاخده وتدخله على التربيه. طيب خلينا كلنا متفقين على الترتيب، بتخلصوا سكه الفيبر الاول وبعدين ترقموا الليكويد. فانا عندي 1 و2، المفروض انا عندي نقطتين طالعين، 3 هي الفيبر، وبعدين 4 اللي طالعه من الكوندنسر، سوري اللي طالعه من التربايه، و5 اللي طالعه من الكوندنسر، و6 بقى بتاعت الليكويد اللي طالعه من السفريت. هو ده الترتيب اللي تشتغلوا بيه. طيب ايه بقى المعلومات اللي اداها لي؟ ذا سبريتر بريشر از 8 بار، ده معناه ان الثروتل اللي حصل وصلني للضغط 8 بار. ذا كوندنسر ضغطه زي السؤال اللي فات 1/10، في كوندنسر ب1/10. والتربينة برضه شغالة على كفاءة 8/10. وبيقول لي فور سايكل اوت بوت اوف 10 ميجا وات، اديني الباور اللي انا واخداها من هنا 10 ميجا وات. عايز يعرف ايه بقى؟ عايز يعرف الستيم ماس فلو ريت، ام دوت ستيم. عايز يعرف ذا ويل ووتر ماس فلو ريت، انا هنا عندي حاجة اسمها ام دوت ويل، كمية المية اللي انا واخداها من الارض. بعد كده لما ندخل على السبريتر هتتقسم جزئين، جزء ام دوت ستيم وده عباره عن ام دوت ويل ناقص ام دوت ستيم، الفرق. فهو عايز يعرف ام دوت ويل الكميه الكامله هتتعب، واخر حاجه السايكل افشنسي. نفس ترتيب الخطوات، اول حاجه هرسم امتياز دايجرام، وبعد ما ارسمه اجيب الاتشات. بوينت 1 درجه حرارتها 220 وهي ساتوريتد ليكويد، يعني ده مكان بوينت 1. هيحصل له ثروتل، ضغطه هيقل، هرسم خط ضغط تحتيه، الضغط ده 8 بار من 1 ل2 كونستنت اتش، فهنزل بالخط المايل ده هتلاقي فعلا بوينت 2 طلعت في الوايت زون. طيب عايز ارسم 3 و6، 3 دي ساتوريتد فيبر هتمشي كده، دي بوينت 3 وبوينت 6 ساتوريتد ليكويد هتمشي كده.
طيب 3 هتدخل على التربينة هيحصل لها اكسبانشن لضغط 1/10. نفس الكلام ايزوتروبيك دي 4S و 4 بوينت 5 بتطلع من الكوندنسر ساتوريت ليه. طيب نجيب الاتشات بقى اتش 1 اتش اف عند 220 اتش 2 هي هي اتش 3 اتش 3 واتش 6 اتش جي واتش اف عند ضغط 8. طيب اتش 4 اس 4 5 5 سهله خلاص و4 تيجي من كفاءه التربايه 4 اس اس 3 وانت بتجيب اتش 3 هات اس 3 اللي هي اس جي هي نفسها الاس تجيب الاكس وبعد ما تجيب الاكس هتجيب الاتش. في اي مشكله في الاتشات؟ طيب عايز احسب الام دوت ستيم. في معلومه متهيألي اعرف احسب منها الام دوت ستيم الباور. الباور ده اللي هو ورك دوت تربايل. ورك دوت تربايل عباره عن ايه؟ ام دوت ستيم فعلا الاتشات على التربينه اللي هي 3 4. طيب انا اول ستيب في المساله جبت الاتشات كلها خلاص ورك تربايل مديهم لي 10 ميجا وات حوالي بس كيلو وات. من هنا عرفت اجيب الام دوت ستيم. طيب عايز اجيب الام دوت ورك الكميه الكامله. انا بوينت 2 بالنسبه لي دي ايه؟ وات يبقى لها اكس. الاكس او الدرايفز فراكشن تعريفه ايه؟ الام دوت ستيم او جزء الكميه الدراي على الكميه التوتال. ام دوت ول. طب انا الام دوت ستيم حسبته من اول مطلوب. لو عرفت احسب اكس 2 بكام يبقى انا كده جبت ام دوت ول اللي هو تاني مطلوب. طب اكس 2 اعرف احسبه؟ اعرف احسبه انا معايا اتش 2 بكام؟ بس خلاص هي اتش 2 يبقى اتش 1. انت معاك الاتش بكام؟ انت هتحسب اكس 2. اكس 2 عباره عن اتش 2 او اتش 1 يعني ماينس اتش اف على اتش جي ماينس اتش اف. اتش اف بالنسبه لك هي اتش 6 اتش جي ماينس اتش اف يعني اتش 3 ماينس اتش 6. كل الاتشات معاك عرفت تحسب اكس 2 بكام؟ هتاخد تعوض بيها هنا جبت الام دوت 1. اخر مطلوب كان في كفاءه السايكل الباور اوت بوت اللي هو معاك اللي كان جيفن فاضل لي على الكيو اد. الكيو اد زي ما قلت اللي فات ام دوت ستيم فرق الاتشات اللي هي لا بقى عندي هنا نقطتين داخلين انت هتحسب ايه بقى اجيب الكيو اد ازاي؟ هيت بالانس على الوقت هتعمل هيت بالانس على الوقت. الكيو دوت اد عباره عن النقطة اللي طالعة هنا الماسكول ريت بتاعها ام دوت 12 والانرجي اتش 1 ماينس النقطة اللي راجعة دي الماسكول ريت بتاعها ايه؟ ام دوت 12 ماينس ام دوت 15 مضروبة في اتش 6 ماينس هنا كان ام دوت 16 ام دوت 16 في اتش 5 من هنا عرفت اجيب الكيو اد. كيو اد هاخدها على بعض القانون الكفاية جبت في مشكلة في السؤال؟ تالت سؤال لو رحت الامتحان هيبقى هو ده غالبا يعني. الاثنين دول سهلين قوي التالت هو اللي تقيل شويه. ماشي بص اخر مساله بقى خالص هتلاقوا الدكتور حاطط المساله وبعدها رسمه، الرسمه فيها غلطه. ماشي لما نرسم رسمه هتشوفوا انتوا رحتوا الغلطه كانت فين لو ما عندوش سلايد يعني. او هنقول طبعا الغلطه كانت فين. الدكتور قال لي مش لازم يرسم لكم الرسمه حتى لو رسمة معقدة زي دي من الكلام المفروض انكم تعرفوا ترسموا رسمة محدودة. ماشي السؤال بيقول لي اليكو دومينيتد جيو ثيرمال بلانت وذ سنجل فلاش سيبريتر. المسألة الرابعة اللي لو الدكتور لقاها عندي أكتر من فلاش سيبريتر عندي دبل فلاش سيبريتر يعني إن شاء الله ما نلاقيهاش وما ما تبقاش عليكم يعني بس لو لقاها هيبعتها. طيب ليكو دومينيتد يبقى اللي طالع برضه من الوال عبارة عن ايه؟ انا هرسم الوال واطلع بوينت 1 اشوف وظيفه بوينت 1 ازاي بيقول لي الام دوت وال 600 كيلو جرام بير سكند مديني الام دوت وال اللي هو السؤال ده ومديني كمان درجه الحراره 225. طيب الفكره بتاعت السؤال ده ايه؟ لو حليتوا السؤالين اللي فاتوا بالارقام هتلاقوا ان كفاءه الدايره اللي بتطلع قليله. فالبوينت من السؤال ده ان انا اعلي الكفاءه شويه، اعلي الكفاءه ازاي؟ انا احاول اعلي الورك تربايه.
فهيعمل اكستنشن على مرحلتين، اول مرحله هاي بريشر تباي وبعدين يسخن وبعدين يعمل اكستنشن مره ثانيه في لو بريشر تباي، فهتلاقي ان الورك اللي انت بتحسبه في المساله دي كبير ارتفاعات الدايره بتاعتك دي بوينت بتاعت المساله دي. فبيقول لي to increase the power plant output it is suggested to expand the steam على مرحلتين يعني in two stages of steam turbines with a reheating process between them. هسخن ما بينهم as shown in figure 2. السؤال ده قدام مدينة الفيجر طبعا ممكن ما يتقوليش. Based on this idea هيبدأ بقى يوصف الـ points عشان تعرف ترسم الرسمة. The saturated liquid water reaching the earth's surface at 225 is throttled to 10 bar. طبعا انت تقدر تقول الضغط النقطة دي بكام؟ هتعمل له throttling. Point 2 دي هيبقى ضغطها 10 bar. بعدها بيقول لك to 10 bar ده ضغط separator the pressure of the separator. يبقى النقطة دي بعدها على طول separator ضغطه هو 10 bar. طيب بعد كده بيقول لي the saturated steam leaving the flash separator هيبدأ يتكلم عن vapor بقى اللي هي بالنسبة لي دي بوينت 3 is directed to the high pressure turbine. بتدخل على أول تربينة اللي هي high pressure to expand from 10 bar. النقطة دي طبعا separator مش هغير الضغط. النقطة دي 10 bar to expand from 10 bar to 1 bar. النقطة 4 دي ضغطها بـ 4 بـ 1 bar with an adiabatic efficiency 75%. اديني كفاءة التربين الأولى 75%. The steam leaving the high pressure turbine is reheated to 160 درجة. الستيم اللي طالع من التربينه ده هتقدر تشوف تعرف درجه حرارته كام، هتسخنه في الهيتر يطلع من الناحيه بقى يطلع من بعدها عادي بوينت 5 دي درجه حراره 5 160. طيب بعد ما سخنتها 160 هسخنها عن طريق ايه؟ بيقول لي باي ذا هوت ساتوريتد ليكويد اكزيتنج فروم ذا فلاش ساتوريتد ات 10 بار. نسخن الستيم اللي طالع من التربينه ده لايه؟ بالستيم اللي كان طالع من السبريتر. فانت الستيم اللي طالع من السبريتر ده هتاخده كده؟ هتاخده تدخله على الهيتر وبعد ما يطلع على الهيتر ترميه. في المساله اللي فاتت انا اللي كان طالع عليك ده دخلته على الارض على طول، لا انا المره دي استفدت منه هو جواه حراره خدت استفدت منها بشكل ما وبعدين هرجع تاني ارميها على الارض. طيب بعد كده بيقول لي the pressure of بعد كده هيدخل بوينت 5 دي على تربينه ثانيه اللي هي اللو بريشر يحصل لها اكسبانشن من 1 بار. طبعا الضغط هنا 5 او 5 4 1 بار ده الاكسشينجر اللي هيطلع ب 6 ضغط 1 من 10 بار هو ده ضغط الكوندنسر. وهي دي اللو بريشر فبالنسبه لي هي دي بس. خلص بقى تقييم 1 2 3 4 5 البوينت اللي طالعه من هنا دي 6 ودي 7. بعد ما تخلص سكه الستيم كمل ال 8 ودي 8. طيب هو عايز ايه؟ ودي برضه حاجه اخيره ان الكومبايند ميكانيكال الكتريكال افشنسي بتدي لي برضه كفاءه ميكانيكال الكتريكال بنفس الرقم اللي هو 88%. والترباين دي شغاله على نفس كفاءه الترباين دي 75%. عايز يعرف the mass flow rate of the flashed steam. عايز يعرف m dot steam كام. عايز يعرف the work dot output الميجا وات. عايز يعرف كفاءه الدرجه. ثلاث مطالب في المسألة. برضه هنبدأ نرسم الرسمة. بوينت 1 درجة حرارتها 225 ساتوريتد ليكويد. بوينت 1. بوينت 2 هيحصل لها ثروتلينج. لضغط 10 بار. دي بوينت 2. بوينت 2 دي هتطلع ساتوريتد فيبر عند الثلاثة. و8 ساتوريتد ليكويد. طيب بعدين 3 هتدخل على التربايت ينزل ضغطها لواحد بار ايزنتروبيك 4 اس واكتو 4
طيب أربعة دي هتدخل على الريهيتر هتسخن هتسخن وتطلع هنا ده طبعا بريشر واحد بار في الساتوريشن تمبرتشر 99 فانت 160 هيبقى في السوبر هيت دي بوينت 5 بوينت 5 تدخل على التربايت اللو بريشر ينزل ضغطها لواحد من عشرة برضه هتنزل مرة ايزنتروبيك 6 اس وهتنزل 6 6 هتدخل على الكوندنسر هنا 7 8 انا رسمها 9 هتبرد شوية 8 هتبرد شوية هتنزل في السب كول طبعا مهم قوي ان انت بترسم الهيت 9 تبقى فوق 5 الحالة الايديال ان انت تقدر تاخد الحرارة كلها من الساتوريتد ليكويد اللي طالع من السبريتر فيبقى 5 و 9 عندهم نفس درجة الحرارة بس هي لو انت بتحل المسألة مش هتطلع من نفس درجة الحرارة فلازم 9 تبقى فوق طيب نجيب الاتشات اتش 1 هي اتش اف عند 225 اتش 2 نفسها 3 و 8 سهلين 4 اس خلاص عرفنا هنجيب اس ولا نجيب الاكس وبعدين اتش 4 اس من الكفاءه هنجيب 4 بوينت 5 بوينت 5 دي سوبر هيت يبقى هدخل على جدول 3 معايا البريشر بتاعها 1 بار ومعايا درجه حراره 5 كمان 160 هعرف اجيب اتش 5 نفس الكلام بقى هجيب اس 5 3 هجيب اكس وبعدين هجيب اتش 6 اس وبعدين اتش 6 من قانون كفاءه التربايه الثانيه واتش 7 هلاقي عندي مشكله واحده اتش 9 هي دي اللي انا مش عارف احسبها دي هعمل هيت بالانس على الريميتر ماشي طيب خلي الهيت بالانس الحته دي في الاخر فانا كده معايا 8 اتشات من التسعه ابدا احسب بقى هو عايز ايه الارم دوت ستيم هو مديني ايه؟ معايا الارم دوت ويل صح؟ وبوينت 2 دي ميكستشر يبقى نفس القانون اللي فات اكس 2 عباره عن ارم دوت ستيم على ارم دوت ويل فانا معايا الام دوت 1 هعرف اجيب اكس 2 بتاعت هطبق قانون الاكس عند بوينت 2 من هنا عرفت اجيب ام دوت ستيم طيب المطلوب اللي بعديه ورك الورك الاوتبوت من الاثنين تربينا يبقى ام دوت ستيم كومن فاكتور بره 3 ناقص 4 زائد 5 ناقص 6 الاربع اتشات دول معايا عرفت اجيب الورك اوتبوت بكام اللي انت حسبته ده الثيرمال مديني كفاءة ميكانيك الالكتريكال حاضرة فين؟ فأنا اللي طالع ده بالنسبة لك الجزء ده عبارة عن ورك أوت ثيرمال أضربه بقى في الكفاءة الميكانيك الالكتريكال هيديني الأوت اللي هو الالكتريكال طيب اللي بعديه أخد بالي إن اللي بعديه طالب الكفاءة الثيرمال الثيرمال يبقى هاخد الجزء ده بس مش قبل يعني قبل ما أضربه في لو طلب مني الأوفر أول إفشنسي أو الباور بلانت إفشنسي باخد لما ضربت كمان في اخر كفاءه لكن لما يقول لي ثيرمال افشنسي ما بضربش في اخر كفاءه الثيرمال افشنسي عباره عن الورك دوت ثيرمال اللي انا حسبته خلاص على الكيو ات طيب الكيو ات بنعمل هيت بالانس على الورك ام دوت ويل في اتش 1 ناقص ده اللي هو الام دوت ويل ماينس الام دوت ستيم في اتش 9 ماينس ام دوت ستيم في اتش 7 الايكويشن هفرق على اتش 9 اتش 9 هجيبها منين؟ هعمل هيت بالانس على الهيت عندي نقطتين داخلين ونقطتين خارجين بس خد بالك بس طبعا من الكتل هنا ام دوت ستيم ام دوت ستيم هنا ام دوت 1 ماينس ام دوت ستيم وهنا ام دوت 1 ماينس ام دوت ستيم مضروبات في الكتل بتاعتهم هتعرف ان اتش 9 بتاعت تعوض هنا جبت الكيو ات جبت الكيو ات هتعوض هنا جبت الاتش 9 في مشكله في السؤال؟ طيب لو قال لي مثلا عيد حل السؤال من غير الهيت دي اخر بارت في المساله هترجع زي السؤال اللي فات بالظبط هتشيل جزء الهيتر والتربايت الثاني والهاي بريشر تربايت هتدخل على الكوندنسر وترجع نفس السؤال اللي فات فاللي انت هتعمله ان انت هتعيد حل المساله ثاني طبعا هتبقى الثانيه اسهل من دي وهتحسب الكفاءه في الحالتين وهتكومنت حضرتك كومنت ان لما عملت الهيتر في النص وعملت الاكسبانشن على المرحلتين ورك التربايل كان زاد هتحسب ورك التربايل في الحالتين والكيو ات في الحالتين وكومنت على كل رقم طلعته طبعا هتلاقي الكفاءه قلت جدا عندك السؤال ده الكفاءه هنا تطلع هو هيطلع طبعا ام سي كيو يعني لازم تكون تطلع صح معاك في مشكله في الجيتر هو الغلطه اللي كانت في الرسمه ايه بس معلش عشان لو الغلطه اللي كانت في الرسمه هتلاقي ان عندك فراتل هنا لما تيجي تقرا المساله هيقول لك ان التربينه الاولانيه بتعمل اكسبانشن من 10 بار ل 1 بار
وهو ضغط السبريتر اصلا 10 بار فتروش تعمل ثروتلينج قبلها. لو كان قال لك في السؤال ان ضغط التربينه الاولى هتعمل اكسبانش مثلا من ضغط 8 بار لواحد بار فده معناه ان الضغط ده قل هيقل ازاي عبر ان تحط ثروتل ثاني. بالرسمه اللي موجوده في الفكر اخر سلايد خالص هتلاقي الثروتل هنا دي مش ضغط. في اي حاجه مش مفهومه؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.